الأمر الثالث أن هذه الدولة لديها قدرة كبرى على التنويع الاقتصادي، وهذا ما يشغل المحيط العربي. إذا ذهبت إلى المغرب إلى قطر فهو يسعى إلى التنويع الاقتصادي. قطر عندها قدرات محدودة على التنويع الاقتصادي إذا أرادت زراعة مثلاً أو صناعة كثيفة العمالة، لكن مصر إذا أرادت زراعة قامت، إذا أرادت صناعة تقوم بها، إذا أرادت خدمات تقوم بها. هذا التنويع الاقتصادي من الإمكانيات التي يجب أن نبني عليها. ولكن حتى يستقر الأمر يجب لنا أن يكون لدينا التوازن الاقتصادي الكلي، وأحيي المعالي الوزير الدكتور محمد معيط على ترشيحه من جمهورية مصر العربية، وأتمنى له كل التوفيق إن شاء الله في بداية عمله في مطلع الشهر القادم في نوفمبر، بعد أن يحظى إن شاء الله بالمساندة العربية، والمالديف أيضا معك لا تنساها يا دكتور محمد.